مش بدك تحكي هكا عملت له هكا عمك فاش درت له كيما قلتي لي السوسوه يعني شوف كاش بديتها له. اسمع احكي لي بالضبط ما تزيدش حتى شيء. شوفي بديتها له شوف شريكي شريكي انا باش نقرا 7 سنين ومن بعد نقابل يماك هاد العفسة وبلي داكور خلينا لا جوس خلينا نهضروا او ديجا حجيبي لي الماء ايا حاجه واحده اخرى انا انسان نسي بورتي النهد الميلاحه حبيت تتزوج بيا ولي النهد كيما انا سينو الله يسهل عليك خو داكور حاج حنا في الدار ما قاعيش بورتي والميلاحه الحاجه حاجه واحده اخرى تروح تغني نجي تروح تورني محاك فتحتك بنتي تروح تحوز شريكي رجلي على رجلك ونلصق لك في الروضة عشان عندي طاكسي سبا مضارين نخرجوا كامل كيف كيف هكذا يعني الروضة كما نقولوا في المثال تاعنا يعني مش بيك يا سارة شريكي هدا هو القماش ادي ولا خلي واش قلت لي سي سليمان قبيل خير البر عاجله لا لا سي الجمعي كله عطلها فيها خير نوضي نوضي الحاجة نوضي نوضي عبدو نوضي قد تعشاو نوضي نوضي صحة سمحونا سمحونا وليدو لو كان دوك تنحي لي شويه دم ديري فيها سنواق البلوس السكر راه طالع كنت تطلعي البيت تجيبي اعطينا انسولين الله يسترك ما كاش مشكل شي